مورو جوا؟ ايه جوا معلم. عبد الحي خذ عمران وعزت وروحوا لورا البيت. ممات يروح على اليسار. محمود خليك معي. والعمل شو قصته؟ كل ما تخبينا بقى ما بيلحقنا. مراد وين ساكن؟ ساكن بهنجار. يعني معقولة ما فينا نهاجم هنجار ولا؟ بس اللي بعرفه يا معلم انه سي اي اي هجموا الهنجار ونفد. لا سي اي اي بتهمني ولا حتى مراد. رح نهاجمه الليلة، نحرقه ونطلع. عم تفهموا؟ خبر الشباب، انت حضر السلاح. شو في؟ اوصوا! والله إذا ما بتقتلون رح نموتكم، فهمان أنت وياه؟ يا بتقتلون يا بتموتوا! الجبان هرب منا. والغام كمان. شو هاي معلم؟ معلم؟ لشو الألغام باسطنبول يا ترى؟ حتى مضادات الألغام ما فيها تكشف هاللغم. ما حدا فيه يحسب حساب وجوده أو يتوقعه، وبالتالي ما في تدابير وقائية. يعني ما بيشتغل على الوزن؟ لا، وهي حلوة كمان، لحتى ما يظهروا للعالم عم يقتلوا المدنيين. بيحطوا اللغم بقرنة تحت شجرة مثلا وبيتركوه، تمرق مركبة عسكرية بينفجر اللغم. هاي هي. بس كيف الحكي بيجوز؟ عم تسأل كيف بيجوز؟ اطلع من الدولة المصنعة، شوف إشارة الإنذار على السيارة، بس تقرا اللغم صنع مين بتصير بتعرف. ما في لها اللغم مضاد؟ أول شي بيبيعوا اللغم، بعدين بيبيعوا مضاداته، وبعدين بيعملوا شيء لا بيكشف اللغم ولا مضاداته، وبعدين بيبيعوه، بعدين بيخترعوا حل هالشي وبيبطلوا يبيعوك ياه لحتى تنفذ اللي بدهم ياه. طالما في مصاري ما بتنتهي الشغلة. مبلا بتنتهي، وهذا رح ينتهي.
الانتربول شو أخبارهم؟ عم ننهي القصة، قربنا. شو سبب التأخير؟ موظف حكومي تافه. والحل؟ ورال بحلة. بولوت ليش ما تصرف؟ انت امرتني ابقى بعيد عن امور الدولة، وانا عم حافظ على مسافة امان. كمال تعودت على الشغل؟ نعم يا بيك. كمال اخروا لي بضاعة هزاربي، يعني خلوها بالمينا. خليها تأخر شوي، خليه يتعذب. انت بتأمر يا بيك. انجي، شو اخبار الاعلام معك هالايام؟ عم تقدروا تحققوا اهدافكم؟ فيك تقول قربنا، بس في محامي بعض الشركات عم يعذبونا. لكان اكتبوا عنهم يلداز. امرك. والاحصاءات كله منيح. بهالمصنف اسامي لبرامج اهتموا فيها، ما بدي حدا يلاحظ التغيير. لعبوا على الأنظمة. ماشي بابا. يلدز، بعت حدا من المصنف الثاني لواشنطن، وأعطي خبر لكل الموظفين، رح ينكتب شي عن الأمريكان بالجريدة كل يوم، غيروا اليوميات. لكان اكتبوا أخبار عن المجلات، وكمان عن اللاجئين وعن وضعهم السيء، يعني حرام اكتبوا عنهم شيء. بعدين إذا قامت الحرب عددهم حيزيد، وهيك منكون متابعين الأوضاع منيح. فؤاد، شو صاير لك لك ابني؟ بابا، بعد ما يعني فقدت زوجتي صرت كتير حساس. غرغرت الدمعة بعيني. سكوت بلا ما تفضحنا. جميل، ما بينت؟ ما تزعل حالك، بكره الا ما تجي. معقول يا جميل؟ هاي صرت مسخره قدامك كمان، شو بده يصير اكثر من هيك؟ لا يا زلمه، مو عن طريق عرفتها. ايه جميل بيك، شكرا لك. اذا اجانا ولد رح سميه جميل ليحمل اسمك. هاي وصلت، انبسط. جميل، هات كاستين شاي يلا. أهلين جونول خانوم، انبسطت كتير بشوفتك. كيف صحتك حكمة بيك؟ إذا بدك يعني أحكي بصراحة، تفضلي. قبل ما تجي ما كنت منيح، بس هلأ صرت تمام بشوفتك. ليش؟ ما فيني خبرك بشي جونول. جميل، ممكن تطل بعيد؟ شكرا لك. لشو هالنظارات بالليل؟ موضة مثلا؟ أنا مرتاحة فيهم. بس اللي عنده عيون مثل عيونك ما بيخبيهم، لازم الكل يشوفوها. ماشي، شيلهم. بدي تليفونك وعنوانك. مشان شو؟ رح يتغير الوضع، بدي اجي واطلبك. انت شخص مو معقول. طبعا ليش مو معقول؟ بكرة بتندم. انا بعمري ما ندمت على شي عملته، الا اذا ما بدك. فيني شي مو عاجبك؟ لا ابدا. ماني عاجبك. أنا ما بعرفك. يا إلهي، شو بدك تعرفي؟ عمري 35، ما حبيت بحياتي لهلأ،
طيب انت بتعرف عمري؟ ما بعرف قديش. عمري ما بتعرفه قديش ولا بتعرف شو هو عنواني، وما بتعرفني مريضة ولا مو مريضة، ولا إذا غنية أو فقيرة، ولا أنا وحدة عمية ولا بشوف. ما بتعرف عني شي وبدك تطلب إيدي؟ وإذا يعني شو المشكلة؟ بس أنا وحدة فقيرة وبشتغل خدامة، والكلب لصاحب البيت، ولهذا السبب بيجي لهون بشرب شاي وبروح. أوه حلو كتير، فكرتك برجوازية. هلأ بدي عنوانك. إذا بتشوفه لمعلمي مراد ما بتتركه لحظة. من كل عقلك شايفك تاركه وقاعد معي. هو ما بده ياني يفوت بهاي الشغلات. لو رضي هالقهوة مبدوسة بالمرة. القهوة مهمة، كل الشباب بيجوا على هذا المكان، شو تركيا بلا القهوة؟ ولو جيب شاي للشباب على حسابي. خير إن شاء الله، شو القصة؟ لا يتغشمة. أخ غورهام كيفك؟ الحمد لله. أمور أخي؟ خير. أنا ورفيقي فتنا على البيت، وكلمة من هون كلمة من هنيك صاروا يحكوا عن الأخوة وكرمونا ب$100 ونحن طالعين. ليش؟ هن بالظاهر مبشرين أو هيك شي من أوروبا ومعهم مصاري، وهدفهم هن التبشير بأفكارهم عنا، بس أنا بيهمني المصاري. مازال معك مصاري خدنا. بس أنت إذا جيت معنا بتنزع علينا. والله ما بنزع. إذا هيك اتفقنا إلى حد منروح لكان. ماشي. فهمت شو القصة؟ نفهمها هنيك. انتي شو عم تعملي هون؟ انت كيفك؟ شوفي هدى احكي، مو خبرتك اني ما بحب المفاجآت؟ معلم نحن رح نروح لبرا. لا مماتي عنا شغل. هدى خانم رح تمشي. حاصروا المبنى حتى نحرقوا ونقتل اللي بيطلع. يلا انا بس مريت لشوفك، تليفونك مسكر، قلت بمرق لاطمن عليك واحكي معك، بس بمشي هلا اذا بدك. هدى منحكي بهاي القصص بعدين، أنا مشغول ناطر جماعة. محمود وصل الخانم. أمرك معلم. شو عم بصير؟ انتبه معلم. شو هدى؟
تخاف. انت تعال معي بسرعة. لا توقفوا النار بماتي. يلا روحوا خليك على الشباك. صار لك شيء؟ رح فوتك لجوا عزت. عمران 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 يا رب خلصنا يا رب. عمران يا رب عزت. Thank you.
وين بدكم تهربوا؟ مروا مماتي، احكي مع تركي، خليه يبعث لنا الإسعاف. عمران، لا تخاف رح تعيش. عزت، أنا منيح معلم، بس عمران. كيف حاسس؟ كل ما بتنفس بحس عظامي، مثل السكين معلم. الإسعاف على الطريق، اصبر شوي. عمران، جيب الإسعافات الأولية بسرعة. وانت تصوبت؟ جرح بسيط ما بيخوف. شبنا عمران، الإسعاف رح يوصل. مراد، مراد لا تخافي، راحوا والإسعاف ما بقى إلا يوصل. حضروا الإسعاف فورا، المعلم مورو تصوب، نحن هلا على الطريق. لك ما بدك تسكر الملعون. وين بتحب أخذك معلم؟ خدني على نفس المحل اللي أخذتني عليه مبارح، لك على مهلك، وبعدها اتصل بسروت وهو بيعرف شغله. تفضل معلم. ما عم بقدر اتحمل الوجع مراد. اهدي شوي وبترتاح. انا خايفة كتير، ما بدي موت مراد. ومين قال بدك تموتي؟ هاي انا جنبك يا هدى، خلص لا تخافي. مماتي وين صاروا الشباب؟ على الطريق، ما بقى إلا يوصلوا. ما بدي موت يا ربي، ما بدي موت. دبحتني، دبحتني معلمي ماتي. لا تصرخ مثل ود. شبك عزاد، شو بدك ياني اخسرك؟ اخ تحمل شوي. هاي اجو مثل ما قلت لك. يا حسني، جهزتوا كل غرف الإسعاف؟ بكل الطوابق، فيكن تتأكدوا من جاهزيتها بنفسكن. برافو، بس يا ريت تتأكد منها مرة تانية، ما بدي أي مشكلة. فيك تطمن تركي بيك، نحن جاهزين لكل الطوارئ من لحظة وصول سيارات الإسعاف، اللحظة اللي بيطلعوا فيها الجرحى سالمين إن شاء الله. أما إذا بتحب نفحصها مرة تانية. في حدا وضعه خطير سيد تركي؟ ما بعرف، ما حسنت افهم كل شيء على التليفون يا اوسو. نحن منهتم بكل شيء،
انت فيكي تروحي. طالما رفقاتكم بهيك وضع فيني ضلوا ساعد بأي شيء سيد تركي. شكرا بس حسني بكفي هلا. أنسة أوسو، شو زمر الدم؟ قابة سلبي. ممتاز سيدي، بجوز الدم اللي عنا ما يكفي مشان العملية، رح ناخد شوية من دم الأنسة أوسو، بجوز ينفعنا. تفضلي معي. صار ما اجى لمحل ما قلت له. طالما بيثق فيك فكان لازم يجي. برأيك ظافر عرف باللي صار؟ ما حدا بيعرف الموضوع غير انا وانت. والرئيس؟ قلت انا وانت بس، شو بدك بالباقي؟ اذا ما بده يجي انا بروح لعنده. انت بس عارف لي وينه. ظافر أكيد رح يقتل مسؤول بالدولة وبعدين بيعلنوا عن خيانة المسؤول. بما أنه كلفوا ظافر بهالمهمة أصبح ورال أكيد رح يتخلى عنه. بعتقد أنه حقان هو البديل عن ورال. حقان أخطر من ظافر، خدعوا لظافر الغشيم بدباجة الوطن والأمة. بس حقان ما في داعي يخدعوه. دائما في شخص بيضغط على الزناد. ظافر بيروح وحقان بيجي، حقان بيروح وبيجي غيره. لب الموضوع بدي افهم بس مشان مين وليش بدهم يقتلوا المسؤول. قدامه مستندات رافض يوقع عليها باي شكل كان، وفي وراء المستندات مليارات الدولارات، وهالمليارات هي فيك تقلي لحساب مين بدها تفوت؟ بيقوموا بيكسروا له القلم وبمحوه. ورال شو بده يستفيد؟ معقول مشان المصاري؟ لا مو مشان المصاري، بس مشان يمنحوه صفة.
هو مفكر انه يلي بيخدمهم اليوم رح يرفعوا لأعلى المراتب. لازم نعرف مين معنا ومين ضدنا. حاجتنا كل ما منجهز لخطة بفشلوها وبيهربوا بدون ما يتحاسبوا. لمعلوماتك إذا حسين قرب على شغلي هاي المرة عن جد ما رح أسكت. صبور شوي، هذا الحكي ما بيصير بيوم. حسين لازمنا، بيلزمنا إذا كان معنا أو حتى كان ضدنا. وشو بينفعنا إذا كان ضدنا؟ الدولة ما بتخطئ أبدا، بس رجالها هن اللي بيخطئوا، وهن دائما بحاجة لكبش فدا. وشو بالنسبة لظافر؟ بعضهم آخر مهماتهم بالدولة هي الموت. الكحول مع هيك جرح ما بيعمل شيء، لازمك مشفى. ولك انت مجنونة، شو مشفى؟ فكر بحال تاني. النزيف ما عم بيوقف بنوم. اذا النزيف ما عم يوقف جيب خراب تاني وحاجة تحكي. جاي سروتي اخذني. يا رب. أنا مهلك. مين يلي عمل فيك هيك؟ مراد على مدار. ليش عم تسألي؟ بتعرفيه؟ ايه بعرفه. وانت منين بتعرفيه؟ خلينا هلأ نروح من هون. بسألك منين بتعرفيه؟ مرة بعت رفيقته لعنا على الجمعية. ومين هي رفيقته؟ جيم انت قريت شي لهذا الشخص؟ نحن متابعينه بكل خطوة، في كتير قضايا مرفوعة ضده. مشكورين. في كتير من رفقاتنا المحامين عم يبذلوا جهدهم بهذا الموضوع، بس رغم هيك بتضل إمكانياتهم محدودة. انت بتعرف يا جيم، قانوننا بيحمي الخوانة بدل ما يعاقبهم، وكالعادة بتيجي الدول الأوروبية كل فترة لتلغي هاي الدعاوى الضعيفة ضدهم، وبتسقط عنهم كل تهم الخيانة وبيبقوا أحرار.
لازم يتعاقبوا بأي شكل. هذا لازم. نبهنا الرجل كتير وقلنا له إنه القوانين إذا ما كفيت ففي ولاد البلد، بس ما سمع. وهلأ المسؤولية كلها على كتافهم، وأنا متأكد إنه عندك رفقة كتير حابين يقوموا بواجبهم لهالبلد. موجودين حقي بك. يلا لازم نلتقي يا جيم. شو صار معكم؟ عرفتوا وين مكانه لظافير؟ لسه ما بين شي. قريبا لازم يطلع. وهي هي المشكلة سيدي، في إشاعات خطيرة كتير عن ظافر. وشو هي الإشاعات؟ ظافر عم يحضر لعملية اغتيال كبيرة بدها تهز البلد. ومين هو؟ اللي بعرفه إنه هو صحفي غير مسلم. اللي عم تحكيه تتوقع منين مصدره؟ للأسف هاي الإشاعات الدول المختصين بالميدان سيدي. بس شو اللي بيدفع ظافر ليقوم بعملية من هذا النوع؟ وما بظن انه هو وحده صاحب القرار بهيك عملية يا ورال. هذا الشيء اللي عم نحاول نعرفه سيدي. خطوتك الأولى ومهما كان الثمن اللي رح يندفع هو القبض على ظافر. عم تسمع؟